الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة طيور الزينة في كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة خاص بسوق السيدة عائشة والناس اللي نازلة سوق السيدة عائشة، هنتكلم فيه عن توقعات السوق واللي هيحصل بكرة عشان الناس وهي نازلة تبقى عاملة حسابها ومتبهدلش طيورها على الفاضي. ولكن في البداية بتمنى منك لو انت اول مرة تشوفني او ضيف جديد عندي في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولايك على الفيديو لو عجبك، لان طبعا دعمك بيفيدني وبيفيد القناة، فما تبخلش عليا بالدعم. بقالنا فترة يا شباب ما نزلناش اي حاجة عن السوق، وطبعا ده نظرا للظروف اللي بيمر بها السوق، ولكن النهاردة عرفت اخبار مش كويسة عن السوق، فكان لازم اقول لكم قبل السوق عشان الناس وهي نازلة ما تبادلش طيورها في الحر على الفاضي. توقعاتنا للسوق بكرة ان شاء الله ان احتمال بنسبة 90% ان ما يبقاش فيه لم على الطيور، حتى كوكتيل اللي كان بيتلم مفيش تجار طلباه السوق ده، وطبعا ده السبب في مشاكل في التصدير. فمعرفنا الاخبار دي كان لازم نقول لكم قبل السوق، عشان طبعا زي ما احنا عارفين الدنيا حر وبهدلة، فما تاخدش كميات كتيرة من الطير وتبهدلها على الفاضي. طبعا مش معنى كده ان مش هيبقى فيه لم خالص على الطيور، هيبقى فيه بيع تداول، وكمان هتلاقي تجار المحلات بتلم، ولكن في الحالات اللي زي دي لما بيبقى تجار التصدير ما بتلمش بتلاقي ان التجار دي بتحاول توقع الاسعار وتقلل الاسعار وبتستغل فرصة ان مفيش حد بيلم غيرها. فنصيحتي ليك وانت نازل بكرة يا ريت ما تاخدش كميات كبيرة من الطيور، لو عايز تنزل انزل بقصوص او بعدد قليل من العصافير بحيث ان انت تعرف تبيعه تداول او تعرف تبيعه للمحلات باسعار كويس. وطبعا انا بحاول اي اخبار جديدة اقولها لكم او اي حاجة جديدة اعرفها بقولها لكم قبل السوق، بالاخص السوق ده لان الكام سوق اللي فات كان فيه لم على الكوكتيل، وكان كمان ابتدى اللم يبقى على الاسترالي، فعشان كده في ناس كتير ممكن تبقى نازلة متعشمة ان السوق هيبقى كويس. فما عرفت اي خبر عكس اللي انتم متوقعينه فحبيت اقول لكم قبل السوق عشان تستفادوا بالفيديو. ودي يا شباب كل الاخبار اللي عرفناها عن السوق، استنونا ان شاء الله في فيديوهات كتير مفيدة بخصوص السوق وبخصوص تربية طيور الزينة. وبتمنى منكم ما تبخلوش عليا زي ما قلت لكم في اول الفيديو بالاشتراك في القناة، لان الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ده بيفيدني وبيفيد القناة، فما تبخلوش عليا بكده. وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.